الكاظمي خلال الفترة القادمة ماذا سيفعل؟ جاب 10 مليار دولار، هل 10 مليار دولار وين حتروح؟ أنا سمعت من مصدر موثوق بأن هذه 10 مليار ستكون صرفها للمناطق المنكوبة وبأمر من السيد الكاظمي، لكن الحرامية اللي موجودين في بغداد كلهم فتحوا عيونهم، الآن كل واحد يريد يحاول يخمط من 10 مليار الموجودة. احنا رجعنا للحضن العربي، غصم على ايران وعلى ملالي ايران والميليشيات الارهابية التابعة الى ايران في العراق، ولكن هل سيكون هذا الحضن دافي او فترة معينة وتخلص؟ هذا السؤال خلال الايام القادمة نقدر نعرف نتائجه.